مشاهدينا في كل مكان، نشرة أخبار الرياضة تأتيكم من قناة نوميديا، أهلا بكم. نستهل نشرتنا إذن بجديد المنتخب الوطني، حيث يواصل محارب الصحراء تحضيراتهم للمواجهة المقبلة التي تجمعهم في 6 سبتمبر بمنتخب ليزوتو لحساب ثاني جولة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية. قراءة لمنافس الخضر المقبل في تقرير وسيم عباس. كل الأنظار موجهة هذه الساعة إلى محاربي الصحراء، شباب، شيوخ، نساء، أطفال، الرياضيين وحتى السياسيين الذين تناسوا الدخول الاجتماعي يترقبون وينتظرون ويتساءلون كيف ستكون خرجة أشبال كريستون غوركوف هذا الأحد أمام ليزوتو، لأن كل شيء يتوقف عندما يلعب منتخبنا الوطني. كتيبة محاربي الصحراء ينتظر أن تتنقل إلى مملكة ليزوتو مساء اليوم على متن طائرة خاصة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية لمواجهة منتخبها المحلي يوم الأحد المقبل بمصير عاصمة ليزوتو ضمن الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم إفريقيا المقرر إقامتها مطلع عام 2017 بالغابون. خلال تواجده في مصر سيجري المنتخب الوطني حصتين تدريبيتين، الأولى بعد ظهر يوم الجمعة في أحد الملاعب المتواجدة في العاصمة مصر، فيما يجري الحصة الثانية يوم السبت في توقيت المباراة الثانية زوالا في نفس الملعب الذي سيحتضن المقابلة وفق قوانين الفيفا. وستجرى مباراة المنتخب الوطني الجزائري ومضيفه ليزوتو بملعب معشوشب اصطناعيا، وكان هذا الملعب قد شيد في الثمانينات وأعيد ترميمه عام 2007، حيث صار يكتسي بساطا اصطناعيا ثم خضع لعملية تجديد أخرى بعد 3 سنوات من ذلك مست المدرجات، وصار يتسع لقرابة 20,000 مقعد. وكان تاريخ 21 جوان الماضي آخر موعد أجريت فيه مباراة ودية بهذا الميدان، حيث تعادل منتخب ليزوتو سلبا مع الزائر بوتسوانا في لقاء ودي جمع الطرفين. ولن يعاني رفقاء ياسين إبراهيمي من الظروف المناخية، حيث تشهد مدينة مصر طقسا معتدلا ولطيفا هذا الأحد لا يتجاوز معدل الحرارة 22 درجة، فضلا عن نسبة الرطوبة مناسبة جدا كون البلد يبتعد عن خط الاستواء وهو عامل سيريح لاعبي الخضر. مملكة ليزوتو بلد أنجلوسكسوني صغير يقع داخل تراب جنوب إفريقيا، حيث تحيط به من كل الجوانب وليس له منافذ بحرية. عدد سكانه لا يتجاوز عن 2.5 مليون نسمة وفقا لأحدث الإحصائيات الرسمية. ولم يسبق لمنتخب ليزوتو التأهل إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا أو المونديال، وقد احتل المركز 128 في آخر تصنيف للفيفا مقابل الرتبة 19 لمحاربي الصحراء المطالبين بالتوخي بالحذر، لأن المنافس لن يخسر أي شيء. الإطاحة بالجزائر بمكانة إنجاز يعادل التأهل إلى كأس إفريقيا أو كأس العالم بالنسبة له. يوم واحد يفصل المنتخب أيضا عن مباراة ليزوتو، ومع اقتراب الموعد المنتظر تتزايد حدة التكهنات حول هوية التشكيل الأساسي الذي سيدخل به غوركوف في المباراة. التقرير التالي للزميل يونس وعلي يرصد لنا أهم التغييرات المحتملة لتشكيلة الخضر خلال اللقاء المقبل. مصائب قوم عند قوم منافع، فإصابات ركائز المنتخب الوطني وغياب البعض الآخر عن المنافسة فتح الأبواب للاعبين جدد لطرق باب المنتخب والدخول في تشكيلة غوركوف. المباراة القادمة أمام منتخب ليزوتو وفي ظل المستجدات الأخيرة من المؤكد أن يحدث الناخب الوطني فيها تغييرات جديدة. لمسة والمدرب ستكون واضحة يوم 6 سبتمبر على التشكيلة الأساسية، ولو أنه سيكون حذراً للإبقاء على روح كتيبة الخضر وعلى تجانس لاعبيه. حراسة عارين الأفناك ستفاد لعز الدين دوخة الذي أكد جاهزيته وقدرته على الحفاظ على عذرية شباكه. أما خط الدفاع سيقوده المخضرم كارلم الجاني والشاب عيسى ماندي في المحور، فيما سيسد فوزي غلام ومهدي زفان ثغرات الأروقة الجانبية. خط الوسط الذي أسال العرق البارد لغوركوف سيلعب فيه سفير تايدر دور الدينامو وعمود المنتخب لربط بين الدفاع والوسط، كما أنه من المحتمل أن يفضل قائد قوات الخضر العائد للبيت وليد بسلوب لتعويض بن طلب. أما صناعة اللعب والفرجة فستفد لأهل الاختصاص رياض بودبوز في الجناح الأيمن ورياض محلز في الجناح الأيسر. أما في الوسط فسيكون الأسمراني إبراهيمي العازف لسمفونية الفوز
والتي سيترجمها رأس الحربة إسلام سليماني أهدافاً. ورغم تكامل هذه التشكيلة إلا أنها تبقى معرضة للتغيير والتنقيح مع تواجد لاعبين آخرين بالمعسكر قادرين على العطاء، كما يبقى التقني كريستيان وحده العارف بكينية المحاربين الأحد عشر المؤهلين لاصطياد تماسيح ليزوتو. نبقى مع أخبار الخضر دائما، حيث احتفظ المنتخب الوطني بمركزه 19 في ترتيب الفيفا لشهر سبتمبر، وذلك حسب ما أعلن عنه الاتحاد الدولي للعبة عبر موقعه الرسمي. هذا ووصل زملاء ياسين إبراهيم تصدرهم لترتيب المنتخبات الإفريقية والعربية برصيد 941 نقطة، متبوعين بكل من منتخب كوت ديفوار الذي حل في المرتبة 21 ومنتخب غانا الذي احتل المركز 27. أما بالنسبة لمنافسي الخضر خلال التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2017 فقد خسرت إثيوبيا 4 مراكز لتتراجع إلى الصف الثالث بعد 100، فيما احتفظ منتخب ليزوتو بمرتبته 28 بعد 100، في حين تراجع منتخب سيشل ب7 مقاعد ليحتل المرتبة 92 بعد 100. من جهة حافظ المنتخب الأرجنتيني على صدارة المنتخبات العالمية متبوعا بكل من بلجيكا وألمانيا في الوقت الذي قفزت فيه الشيلي إلى المركز 8 بعد فوزها بكأس أمريكا الجنوبية مؤخرا. ومن أخبار المنتخب نطير في جولة مع جديد محترفنا في مختلف الدوريات مع الزميل أنسرين شبوط. أشاد مارتيز يوساري مدرب نابولي بالدول فوز غلام الذي تقرر بقاؤه مع الفريق رغم ارتباط اسمه بالرحيل طيلة الميركاتو الصيفي. وأشار مدرب مارتينو بأن بإمكان غلام أن يصبح لاعبا من المستوى العالي ويؤسفه رحيله، مؤكدا أن الدول الجزائري له الجودة والإمكانية للتطور أكثر من الناحية الدفاعية. رد لاعب المنتخب الوطني ياسين إبراهيم عبر صفحته الرسمية في الفيسبوك عن قضية تنقله إلى الكيان الصهيوني مع ناديه بورتو، فأكد الدول الجزائري أن القرار النهائي حول تنقلاته مسؤول عنها هو وفريقه. ليضيف إبراهيم المتواجد حاليا في جنوب إفريقيا أين يحضر رفقة المنتخب الوطني للمواجهة المقبلة في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2017 أمام ليزوتو أنه حاليا مع المنتخب الوطني مركزا على أهدافه. كشفت صحيفة دايلي مايل بريطانية أن الدول الجزائري رياض محرز مرشح بقوة للفوز بجائزة أحسن لاعب إفريقي في الدور الإنجليزي، وحسب المصدر فإن محرز تألق في بداية البريمير ليج مع ليستر سيتي وينافس على هذه الجائزة الغاني آيو لاعب سوانزيا سيتي ونجم مانشستر سيتي الإنجليزي يايا توري. قررت لجنة التأديب التابعة للاتحاد التونسي لكرة القدم تسليط عقوبة الإيقاف ل4 مباريات على المهاجم الجزائري للنجم الساحلي بغداد بونجاح الذي أشهر في وجه حكم الدور النهائي لبطولة الكأس البطاقة الحمراء، ودون على ورقة التحكيم أن بونجاح تفوه تجاهه بألفاظ خادشة للحياء وجارحة لتونس، كما تم تغريم بونجاح بمبلغ 1000 دينار. قام موقع أوروسبور الشهير بوضع استفتاء حول أحسن صفقة في الدوري الفرنسي هذا الموسم بعد نهاية الميركاتو الصيفي، وجاء اسم الدول الجزائري رياض بودبوز ضمن مجموعة من 10 لاعبين محتلاً المركز 8 مؤقتاً ومتفوقاً على ريناتو سيفيلي لاعب ليل الفرنسي ولاعب لوريون بنجامان موكانجو. أخبارنا الرياضية متواصلة في هذه المختصرات مع أنسرين شبوت مجدداً. تجاهل المكسيكي خافير تشيتشاريتو مهاجم باير ليفركوزن الألماني الهولندي لويس فان غال المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي في الكلمات الوداعية التي قالها على النادي الذي قضى فيه 4 أعوام. ونشر المهاجم المكسيكي الدولي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام رسالة وداعية لمانشستر يونايتد. سيغيب المهاجم الدولي ماركو روس عن مباراتي منتخب ألمانيا المقبلتين في تصفيات بطولة أوروبا 2016 لكرة القدم أمام بولندا وإسكتلندا بعد تعرضه لإصابة في أحد أصابع القدم خلال مباراة الدوري الألماني، وهذا شكل صدمة لأبطال العالم.
تجاوز السربي نوفاك جوكوفيتش المصنف أول عالميا النمساوي أندرياس هايدلماور بسهولة في بطولة فلاشينغ ميدوز الأمريكية للتنس، ويلتقي جوكوفيتش في المباراة المقبلة الإيطالي أندرياس سيبي الفائز على الروسي تيموراس غاباشفيلي. عانت الأمريكية سيرينا ويليامز المصنفة أولى عالميا في التأهل إلى الدور الثالث من بطولة فلاشينغ ميدوز الأمريكية للتنس بعد فوزها الصعب على الهولندية كيكي بيرتنز، وستواجه ويليامز مواطنتها بيتاني ماتيك في الدور المقبل. فاز الإسباني مايكل لاندا بالمرحلة 11 من طواف إسبانيا، فيما فقد البريطاني كريس فروم صدارته للترتيب العام لصالح الإيطالي فابيو أرو، فيما تبخرت أمل البريطاني كريس فروم في تحقيق إنجاز نادر بالجمع بين لقبي سباقي فرنسا وإسبانيا للدراجات، عندما اضطر للانسحاب من سباق إسبانيا قبل انطلاق المرحلة 12 إثر تعرضه لحادث سبب في إصابته بكسر في القدم. تغلب حامل اللقب كيل الألماني على ضيفه هانفورد بوركدورف ب33 هدفاً ل29 لحساب مباريات الجولة الثانية في الدوري الألماني لكرة اليد. يسعى الألماني سيباستيان فيتل سائق فيراري أن يصبح ثاني سائق يحرز جائزة إيطاليا الكبرى المرحلة 12 من بطولة العالم لسباقات الفورميلا 1 مع 3 فرق مختلفة في المواجهة الأخيرة هذا الموسم على الأراضي الأوروبية. بهذه المتفرقات نكون قد وصلنا إلى ختام موعدنا الرياضي، شكرا لكم على طيب المتابعة والسلام عليكم.